من داخل محافظة الدقهلية. معاكم أنا زينب حمدي ومن أمام مجمع محاكم المنصورة، وحكاية ولا في الخيال. أسماء حياتها انتهت بعد من حوالي 8 سنوات بعد وفاتها، او بعد اكتشاف الجريمه. طبعا والدتها ووالدها متوفيين، والجيران بداوا يشموا ريحه مش كويسه في خارجه من الشقه، بداوا يتصلوا على اقاربها، كسروا باب الشقه، اكتشفوا ان هي للاسف الشديد مقتوله وحياتها منتهيه. وبعد كمان المجرمين اتعدوا عليها بعد ما انهوا حياتها، حسبي الله ونعم الوكيل. والقضية وقتها اتأيدت ضد مجهول والملف اتقفل. وسبحان الله، يعني حكاية ولا في الخيال. المتهم يعترف على نفسه ازاي؟ ده اللي هنعرفه من خلال الكواليس ومن خلال لقائنا مع الأستاذة إيمان الجهري المحامية. والنهاردة تم الحكم وعدالة السماء انتصرت بالإعدام، الحكم بالإعدام على المتهمين. هنعرف تفاصيل القضية من الأستاذة إيمان الجهري. أهلا بك يا أستاذة إيمان. اهلا بك يا استاذه زينب، وكل سنه وحضرتك طيبه، ودايما انت سباقه في الاحداث. شكرا، ربنا معاك. شكرا لحضرتك. احكي لنا بقى الحكايه اللي ولا في الخيال، حكايه اسماء ربنا يرحمها. حكايه ولا الافلام، او كانك في حلم او كابوس مش معقول. يعني 7 8 سنين بنت امنت الجيران وقاعده بينهم، والدتها والدتها ماتوا واخوها سافر، وما فيش لها اي حد غير جيرانها، هم دول اهلها وناس، يعني دول الأخ والأم والأب، دول كل شيء جميل اللي ربنا قال عليه في قرآننا وفي ديننا وفي إسلامنا، آمنين مطمئنين. فجأة ابن الجيران ومعاه صاحبه يطمع في أسماء. فجأة البنت كان عندها كام سنة يا أستاذة إيمان؟ هي كان عندها 40 سنة وهو عنده 20، وقت الجريمة 40 سنة، لم تتزوج، وعايشة في حالها وبس على كده، متسوقة وجاية من السوق زي دلوقتي، في يوم زي النهاردة شديد البرد والقرص والدنيا بتمطر، وداخله ومتسوقه وداخله، فجاه لقت كابوس، شيء مظلم، شيء مهين، يدخل فجاه ومعاه صاحبه يكتف اسماء ويحاول يغتصبها. لما تقاوم اسماء علشان شرفها، ومن هول الصدمه، ده مين ده؟ ده يعتبر ابني، لو هي كانت اتجوزت كانت خلفت قده، ده انا مربيها في حجرها وعلى ايديها وامنه ومطمئنه وقاعده عنديهم وقاعد عندهم واكلين شاربين مع امه وابوه واهله. فجاه تلاقي ده هو اللي دخل، كتم نفسها بالفوطه وشد على بقها، خبطها بالسكينه، نزفت، وبرضه عايز يعتدي، حاولت قومت، شدها لغايه جوه اوضه النوم وخبطها تاني بترابيزه على دماغها. اكتر انتقام، يعني بطريقه، طب انت، يعني انا شيء بتساءل وبسال نفسي، انت ازاي يعني جات لك الروح، او ايه الجبروت، او ايه الوحشيه، او ايه اللي لبسك في اللحظه دي انك انت تغتصب واحده سايحه في دمها ولفظت انفاسها الاخيره؟ يعني انت بتغتصب واحده ميته ازاي والدم نازل ازاي؟ يعني انت لقيت شهوتك ازاي؟ يعني شيء لا يمكن. اسئله كتير بتدور جواكي يا استاذه ايمان، وده سبب ان انت تطوعتي بدون اجر في ان انت ترجعي حق اسماء. انا والله القضيه ديت يعني اخدتها كده، يعني يمكن اهلها محدش موجود، خالتها اهي خلاص جم يوم الجلسه، 2 6 كبار محترمين، وقالوا خلاص احنا مش عايزين فضايح بقى وخلاص، وانتهت القصه. هي يعني علشان ما خلفتش عيل او كده، واخواتها سافروا، فتعتبر ان هي يتيمه. يعني انا بقول، يعني انت ازاي تقتل واحده يتيمه وتغتصب واحده يتيمه؟ تقتل جارتك اللي هي تعتبر، قالت له انا امك. بعد ما قتل. طب انت، طب ليه؟ علشان ايه؟ الدنيا خربت على ناسها ولا انت فين؟ يعني انا بتالي لا شرع ولا دين ولا مله، كل الديانات بتقول مستحيل حاجه زي كده تحصل، لكن انت بالطريقه دي انا مش لاقيين وصف نوصفه. فالنهارده الحمد لله اللي صدر تأييد حكم الاعدام عليه، لكي النهارده القصه اسماء بترفرف ملائكه في السماء واخدينها بروح طاهره النهارده بتزف في عروسه في الجنه، اللي هو يروح الجحيم اللي مستنياه بعذاب اليم ان شاء الله على جراء ما فعله. احكي لنا يا استاذه ايمان تفاصيل زي الخيال والافلام، ازاي تم اكتشاف الجريمه بقى، المتهمين في انهاء حياه اسماء بالطريقه البشعه دي بعد 7 سنين والقضيه اتنست اصلا. هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما كان ربك نسيا، يمهل ولا يهمل. أنا النهاردة قتلت، استريح، ماشي في حياته عادي، اتجوز، خلف، حصل مشادة ما بينه وما بين زوجته،
غضبت منه وقعد مع واحد صاحبه لما ربنا اراد بقى، لما ربنا بيقول يعني ده القصاص. القصاص يعني هو ربنا قال له خلاص، يعني هي ملهاش حد لكن انا موجود. انا لتلك الروح الطاهره ان تستقر في مقام حميد عند رب العالمين. فتعالى بقى قعد مع صاحبه على القهوه يقول له انا لو مراتي ما جاتش انا هخلص عليه. قال له يا عم هو القتل كده سهل عندك هين؟ قال له ما انا قتلت قبل كده. قال له ازاي؟ قال له فاكر اسماء اللي كانت جارتنا في العماره القديمه زمان؟ قال له ياه اللي المحضر بتاعها قوي ضد مجهول ده وما عرفوش القاتل. قال له انا وفلان اللي هو صديقه الثاني. فصاحبه ده ما صدقش لدرجه انه ده حكى له اول مره فاستناه على ما راح الشغل ورجع وجرجره في الكلام تاني خلاه ياكد الموضوع بيقين. سأله تاني ان هو معتقد ان هو بيقول كلامه خلاص. يعني هو بمجرد فسأله تاني علشان يتيقن. طلع يسأل شيخ واثنين وثلاثه ده اعترف قدامي ان هو قتل، اروح ابلغ ولا ما ابلغش؟ كل المشايخ اللي سألوه قالوا اتفضل روح بلغ. راح بلغ. يعني صديقه سبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى انطق لسان المتهم بعد 7 سنين بتفاصيل الواقع لصديقه عشان ضميره يصحى ويروح يبلغ عليه. وراح فعلا. احنا بنشكر الامن والامان احنا موجودين فيه الصراحه. يعني اعظم شيء فيك يا مصر الداخليه والقضاء. يعني دول والجيش يعني تعظيم سلام لمصر بالنسبه للداخليه. النهارده الضباط بكل يقين وبحث وتحري جابوا كل الشهود اللي شاف واللي قال واللي حكى. ومش بس كده الولد اعترف في قلب المباحث قال ايوه انا فعلا انا قتلت علشان انتقم منها. كان في يوم شتاء وهي راجعه في يوم شتاء الدنيا مطر وراجعه ومعاها اكلها وشربها وحالها ومالها. انتظرها فين؟ انا بقول انا مراقبها بقالي فتره طويله ومنتظر لان انا فوق وهي تحت مني. بص من البلكونه لقيتها جت يا دوبك استنيناها في جنبي كده على السلم. دخلت رحنا زقين الباب. ما فتحت باب شقتها. رحنا زقينها وداخلين وقافلين ورانا الباب. قالت له يا ابني انا قد امي. ده على لسانه؟ على لسانه. ان هي قالت له انا قد امي. ربما البعض يقول ان في المباحث اللي اعترف لها ده اعترف في قلب المحكمه. وقال الكلام ده الجلسه اللي فاتت. قالت له يا ابني انا قد امك يا محمد عيب ما يصحش ارحمني. ما رحمهاش وصمم ان هو يخلص عليها وبدا يضرب ويخبط فيها زي ما هو عايز ويجرجر فيها هو وصاحبه. وبعد ما قتل واغتصب شال في ضرفه الدولاب ولقى 6000 جنيه خدتهم وطلع وقعد يمسح. قعد ساعتين كاملين في قلب الشقه يمسح الدم ويمسح اثار البصمات وقاعد مطمئن ما حدش هيسال عليه. وخلص كل شيء ومسح كل شيء وخرج بهدوء هو والمتهم اللي معاه وخرج وخد ال 6000 جنيه علشان تبان عايز يبين ان هي قضيه سرقه فقط لا غير. لكن كل شيء الطب الشرعي وكل شيء ايام قال لا في اغتصاب وفي قتل الجبروت قوي واللي يوجع القلب ان هو اعتدى عليها بعد ما انهى حياتها يعني وهي جثه هامده. ايوه ده الدم بينزف منها ومخلص عليها واغتصب واجت شهوته ازاي؟ ازاي؟ ده شيء فعلا يعني اطباء النفس والدنيا كلها تحتار فيه. النهارده بقى تم الحكم عليهم. النهارده الحمد لله اتاكد المفتي اكد والرئيس نطق حكم الاعدام وان شاء الله ينفذ فيه حكم الاعدام لان اللي زي ده وباء على الامه المصريه ما ينفعش يعيش. لانه لو كانت اتيحت ليه الفرصه كان قتل مراته مره ثانيه اللي هو متجوزها اللي هي ام عياله لان شيطانه خلاص ونفسه الاماره. انا مش هقول شيطانه لا، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هو النهارده ما زكاش نفسه. النهارده نفسه دي نفس سوداء، نفس لئيمة، نفس خبيثة. ربنا سبحانه وتعالى أودع النفس دي في النار 1000 عام وعام وعام حتى مر 3000 عام فقال لها يا نفس كيف حالك؟ قالت كما أنا لم أتغير. فده ما كانش ممكن يتغير. حضرتك بلغتي خلتها هم طبعا سيدات مسنات ربنا يا رب يشفيهم يا رب العالمين بس عرفوا بالحكم رد فعلهم ايه؟ هو بصراحه كلهم ناس عندها تقوى عندها ايمان عندها ورع. يعني الناس سجدت شكر لله ان ربنا اخذ بحق اليتيمه الضعيفه المسكينه المغتصبه المقتوله سفكا وغدرا وظلم. من مين؟ من جاره.
عاوز حضرتك قبل ما ننهي اللقاء، حضرتك ممتع جدا وشيق، ولازم نقدم من خلالك نصيحه للشباب اللي بتحكم فيهم شهواتهم، اللي الشيطان بيتحكم فيهم. لازم نعرفهم ان مفيش حق بيروح، وتقدمي نصيحه ليهم يا استاذه ايمن. انا دلوقتي انا عامه كل شويه افكر طب ايه الحل؟ الحل ان احنا نرجع النهارده نخلي الدين ماده اساسيه في المدارس، في كل وقت نخلي الاطفال نعرفهم يعني ايه دين وتدين، ويعني ايه حق ومستحق، ويعني ايه ان انت بتعمل شيء معتقد ان ربنا ماهوش هيفضحك، ربنا بيستر مره واثنين وثلاثه، لكن في النهايه بتتفضح ما بين الخلائق وبيكون الجزاء الرادع، بتبقى عبره لمن لا يعتبر. بقول للدوله والحكومه رجاء المواقع الاباحيه اللي على الفيسبوك والنت والقش والحاجات دي كلها لابد ان تكون عليها قيود، لازم يكون كمان من الاهل رقابه على ابنائهم، اعرفوا اولادكم بيشوفوا ايه، لان ده ممكن يكون يتسبب. احنا للاسف المجتمع النهارده الاطفال عاد بتطلع بره، عاد بتبقى عرضه لجميع انواع يعني الانعدام الاخلاقي بصراحه. انتشرت المخدرات، انتشر يعني المواقع الاباحيه عملت كل حاجه. النهارده الاب والام بيبقى قاعد، يا ابني يا بنتي ممكن يكون مشغول في عمله، مد ثقه زايده، فما يعني انا هقول يعني للاسره الاب والام النهارده هي الاساس عندنا هو تربيه الاسره والقيم والمبادئ قبل لقمه العيش. عاوزين رساله بقى. ان هي النهارده من قتل دون مال او عرض فهو شهيد، فما بالك بالشهيده ذاتها اللي قاومت وعملت المستحيل وفي النهايه دفعت حياتها ثمن. بقول لها يا اسماء نامي واستريحي، ملائكه السماء النهارده وريحتك المسك النهارده في كل مكان يكفيك فخرا ويكفيك عزا ان انت ما بقيتي يعني بتنعمي بجنات ونعيم. بشكرك عند ملك المقتدر. بشكرك جدا يا استاذه امان، كنا سعداء معاكي باللقاء ده، ودايما معتادين من حضرتك ان انت بتكوني واقفه جنب الناس المحتاجه لها ان حقها يترد، والحمد لله موفقه دايما. والحكم النهارده كان مرضي جدا برد المفتي بتأييد الحكم. خلي بالك ان دي معجزه، 8 سنين يعني بعد 8 سنين يكتشف القاتل، يعني دي في حد ذاتها دي رسالة سماوية بتقول لنا ان مفيش حق بيضيع، وان مهما ان المجرم حصل ستر له بيفتضح امره. ربنا رايد ده، لان دي نفسه هو سبحان الله. فالحمد لله رب العالمين على كل شيء. بشكرك يا استاذه ايمان، بشكرك. متابعينا الكرام، زي ما حضراتكم شايفين وسمعتم احداث ولا في الخيال ولا في الافلام، وقعت اسماء بنت المنصوره اللي اتقتلت على يد جارها اللي عمره 20 سنه، شاب عنده 20 سنه وانا حياتها من 8 سنوات للاسف الشديد بطريقه صعبه جدا، وبعد ما انا حياتها اعتدى عليها جنسيا، وللاسف الشديد يعني ربنا يرحمها ويغفر لها، اكتشفوا الواقعه بعد وفاتها بايام من الرائحه اللي فاحت من شقتها، والقضيه اتأيدت ضد مجهول، وسبحان الله القضيه اتفتحت تاني بعد 7 سنوات وتم الحكم بالاعدام على المتهمين. بشكركم متابعينا الكرام على حسن المتابعه والمشاهده، بشكركم والى اللقاء. شرف باسمك ايمن الجاريه المحاميه عن اسماء الشهيده اللي قتلت واغتصبت وسرقت غدر وظلم من ابن الجيران اللي هي تعتبر امه، لان هي كان سنها 40 سنه وهو سنها 20 سنه، وكانت بتعطف على اهله، وكان والدها والدتها المتوفين كانوا دايما يعني زي احنا كجيران مصريين بنبقى الجار اقرب من الاهل واقرب من الدنيا كلها. الجريمة فات عليها أكثر من 7-8 سنين، كانت قيدة ضد مجهول، ولكن يشاء القدير العليم رب العزة الرب القادر والقادر القدير إن تكتشف الجريمة بزلة لسان قاعد يحكي لصاحبه على القهوة، لأن مراته كانت غضبانة وعايز يخلص على زوجته لو ما اصطلحتش. كان في الوقت ده متجوز ولا كان لسه؟ أيامها كان لسه متجوزش. كان لسه متجوزش. كان عنده بتاع 20-22 سنة في الحدود دي. فدلوقتي اتجوز وعنده اطفال وعنده زوجه وزوجته غضبانه، قاعد بيحكي لصاحبه بيقول له لو ما رجعتش هنقتلك. قال له يا القتل عندك سهل كده؟ قال له ما قتلت، قتلت اسماء، انت فاكرها اللي كانت جارتنا في البيت القديم؟ قال له اللي كانت تقولها بيت المجنون. قال له بقى صاحبه ما صدقش وما استوعبش الموقف، بعديها رجع تاني وقعد معاه حكى له وتاكد منه من ذات القصه،
وراح تبلغ المباحث، والمباحث شافت شغلها وبدأت التحريات وجابوه واعترف في المباحث بالنيابه وقدام القاضي الجليل والقاضي الدائرة الرابعة بهاء مري من أفضل قضاة مصر قاطبة. بصراحة القضاء عندنا في مصر هو أعظم شيء في مصر. بدأت المحاكمة، خدت جلسة واخد إحالة للمفتي، المفتي النهاردة أكد وبارك والقاضي ادى حكم الإعدام الحمد لله. إيمان أسماء رحمة الله عليها أهلها متوفين وهي كبيرة ولا هي كانت في سن صغير؟ كان عندها 40 سنة ووالدها ووالدتها توفوا وأخوها سافر بره، أخواتها سافروا بره ومفيش لها حد غير جيرانها اللي هي مضطرة وقاعدة في خسران، قاعدة في أمن وأمان في ليلة وفي يوم زي النهاردة كده رياح وعواصف ومطر وشتاء طلعت تتسوق وجاية متربص ليها لأنه مراقبها بقاله فترة هو وزميله يا دوبك بتفتح الباب زقهم كتم نفسها واعتدى حاول يعتدي قومي ضربها بالسكينة وبعد كده الترابيزة على دماغها لغاية ما خلاص بتفارق الحياة سحبها على جوه واعتدى عليها وهي في البيت كاملة الدنيا والأداء تسجلت الدولاب وخد 6000 جنيه وطلع قعد وقت من الزمن يمسح البصمات وكل شيء علشان ينفع أصالة والأداء تسجلت ضد مجهول الجيران اكتشفوا الجريمة بعد فترة ريحة طلعت بلغوا جون فتحوا الباب لقوا المنظر ان هي مرميه وفي دمها وترجموها ابوي دمرتها في مجهول لعدم معرفه واللي قتلها ده كان جرها في نفس في نفس العماره وفي نفس المكان وقاعدين مع بعضيهم كان هو يعني كان يمكن عندها 20 سنه وهو لسه طفل رضيع على ايد امه هي اللي كانت قاعده معاهم يعني انت فاهم يعني ايه جار وجاره وهو بيغتصبها وبيحاول يقتلها قالت له انا هو اللي قال بلسان الكلام ده في قلب المحكمه وما صعبتش عليه وخلص عليها وانتهت الباب. استاذه امانه ربنا دايما ان الجار للجار سند وظهر وامان ممكن اكتر من الاخ. طبعا. انما اللي بنعيشه النهارده داخل محافظه الدقهليه بيثبت لنا ان ما بقاش فيه امان. هو النهارده ما عادش فيه لدين ولا امان ولا طمانينه، عاد فيه مش عارفه ليه الغدر والخيانه زادت بالطبيعه دي. ليه يعني جريمه بصراحه من ابشع الجرائم وأسدل عليها الستار من 7 سنين وفجأة ربنا سبحانه وتعالى أراد إظهار الحق وأراد إن الروح الطاهرة اللي بتحوم في دنيا البشر تطالب بحقها اللي اغتصب ربنا سبحانه وتعالى يكشف المسطور والمتهم المجرم وإن مر الزمان والوقت تاخد حقها. أنت قلت لي إن يعني أسماء رحمة الله عليها ما عندهاش غير أخوها اللي مسافر بره. مين اللي وكل حضرتك للقضية؟ أنا والله يعني وانا سمعت عن القضيه فحبيت ادخلها فكلمت متطوعه كلمت اسماء وخالتها واتفقوا معايا وبعده جابوا لي توكيل كان اخوها عامل المحاميه من القاهره وحضرت بيه ودعينا مدني بلا يعني ما فيش اتعاب بس دي وجه الله سبحانه وتعالى كرساله للمجتمع المصري حافظوا على اولادكم حافظوا على اخلاقكم وحافظوا على قيمنا النهارده احنا مجتمع معروف ان هو مجتمع من افضل مجتمعات الدنيا والعالم فمش عايزين جرائم زي دي تدخل بينا او تحبس لينا او لاطفالنا او اولادنا ودلوقتي الله سبحانه وتعالى الشباب في الفتره الاخيره دي يا استاذ امان يعني بشهواني بمعنى اصح هو انا وجهه نظري الشخصيه ان الشباب مظلوم ليه؟ لانك انت كمجتمع مصري مستهدف من كل كلاب العالم حتى الشقيق اللي بره بيحارب فيه عايزين يقسموا المجتمع المصري واللي بهدلوه قيما وافلاكا انت تخيل النهارده احنا عندنا الازهر الشريف افضل من اي شيء في الدنيا عندنا ديننا وقراننا وعندنا اصولنا ومبادئنا فالشباب المصري مستهدف انتشار المخدرات مواقع النت والاباحيه مش هقول ان الفقر اللي بيعمل كده لان الفقر عمره ما كان عيب العيب هو عيب الاخلاقيات والقيم والمبادئ انا بقول للاب والام في الاسره المصريه فوقه بقى فوقه انا النهارده مش هدي ابن الحريه الكامله انا ببص الاقي كل عيل ماسك لي تليفونه وقاعد بجنب الواحد راقبوا ولادكم راقبوا اطفالكم راقبوا شبابكم مفيش حاجه اسمها حريه مطلقه في لازم نرجع تاني صلي يا ابني الصبح ودور وعصر ومغرب افتح على الاقل المصحف في اليوم ربع ساعه 10 دقائق النهارده يعني علشان خاطر في مدارسنا لازم نجعل الصلاه صلاة الظهر دي في المدارس واجب فالنهاردة احنا كمجتمع مصري مستهدف فاحنا كده كأسرة مصرية لازم نكون واعيين بكل اللي بيدور حوالينا النفس أمارة بالسوء النفس أمارة بالسوء والنفس غلبت الشيطان لكن
النهارده احنا بنقول ان شاء الله برعايه الاسره وبرعايه المجتمع المصري ان شاء الله باذن الله الجريمه تختفي خالص. النهارده كانت الجلسه الاخيره واتحكم على يعني الجاني اتأيد حكم الاعدام من المفتي والقاضي ايد ومتهين على كده وان شاء الله يعدم في يعني انا كان وجهه نظري الشخصيه ده يقعد في ميدان عام. عنده اطفال عنده اطفال.